طيب يعني مقدمة بسيطة جدا الموضوع اللي احنا عايزينه او ايه اللي احنا عايزين نعمله. هنتكلم على موضوع مهم جدا بالنسبة لك كسيستم ادمن، اللي هو موضوع سنترلايزد اوثنتيكيشن، وده واحد من اهم المواضيع اللي موجودة دلوقتي. ليه؟ بكل بساطة يعني مثلا من 5 6 سنين، من 10 سنين، كانت الدنيا كانت صغيرة الى حد كبير عن الموجود دلوقتي حاليا. دلوقتي لو بصيت مثلا لأي مؤسسة او اي شركة حتى صغيرة، هتلاقي فيها على الاقل على الاقل عدد معين من المستخدمين، وليكن 30 40 مستخدم، 50 مستخدم. هتلاقي ان الريكويرمنت بتاع الشركه دي تبقى غالبا ان انت يكون عندك سنترلايزد بوليسي، معنى ادق لازم يكون عندك رولز، قواعد الناس كلها بتمشي عليها، والبوليسي دي يحصل لها انفورسمنت. تمام؟ فتخيل لو انت عندك 50 موظف في الشركه دي، بلاش 50، 30 موظف بس في الشركه دي، وعايز تطبق عليهم سنترلايزد بوليسي. يعني مثلا الباسورد بتاعت الناس كلها على الاقل 10 كاركترز، الباسورد مش عارف تتغير، انفورس تتغير كل 30 يوم. وتخيل لو كل موظف فيهم عنده جهاز، فانت عندك 30 جهاز. تخيل لو عايز تنفورس بوليسي زي دي، ايه اللي هيحصل فيك؟ لو انت سيستم ادمن، فانت هيطلع عينك حرفيا، خلاص هيبقى الموضوع شاق جدا انت تادمنستريت كل الكلام ده. الحاجه التانيه، لو انت مثلا عايز تعمل ادفانسد سيت اب بقى، يعني مثلا تخيل انا عايز اليوزر الفلاني يكون قادر ينفذ الاوامر الفلانيه بس، واليوزر الفلاني ما يقدرش ينفذ الاوامر الفلانيه. تمام؟ تخيل لما تحب تعمل سيت اب زي دول، طب هو انهي يوزر هيلوجن من انهي مكنه؟ فدي في حد ذاتها بتكون مشكله، دي في حد ذاتها بتكون مشكله. تمام؟ لما بيكون عندك سنترلايزد بوليسي، خلاص السنترلايزد بوليسي دي بتسمح لك ان انت ايه، ان انت تبوش البوليسي دي من اي مكان. البوليسي هتكون موجوده على مكان واحد، واي حد يكونكت عندك على الاجهزه اللي موجوده، ايه اللي بيحصل؟ ها، بيروح ياخد البوليسي ده من السنترال سيرفر اللي موجود. تمام؟ تمام. فاحنا عادة قبل ما نتكلم على بوليسي وقبل اي حاجة، الناس كلها كانت بتتكلم ان انت عندك مجموعة اجهزة. لسبب ما التابلت عندي مش شغال، اشتغل اهون. فكان الطبيعي ايه، عندك جهاز اهون، الجهاز ده عليه البوليسي بتاعته الخاصه بيه، الجهاز التاني، الجهاز التاني عليه البوليسي الخاصه بيه، والمناسبه كل جهاز فيهم عليه اليوزر نيم والباسورد الخاصه بيه. وده يوزر نيم تاني وباسورد تانية. فتخيل لو انت عندك يوزر واحد، لو انت عندك يوزر واحد بس موجود في الشركة، واليوزر ده حب يتنقل من الجهاز ده يروح لجهاز جديد، ايه اللي هيحصل له؟ ها، حاجة عذاب، مأساة بالنسبة لك فعلا، والله مأساة. انت عايز تاخد اليوزر نيم والباسورد بتوعه تنقلهم على كل جهاز موجود. تخيل يعني لو انت عندك 3 أجهزة هتقلهم 3 مرات، 10 أجهزة هتقلهم 10 مرات، 30 جهاز هتقلهم 30 مرة، ده لكل يوزر لوحده. تخيل بقى لو انت عندك شركة كبيرة شوية، 100 مستخدم، طب 1000 مستخدم، ربنا يديك الصحة بقى، شوف انت هتمانج كل الكلام ده ازاي. عايز لك جيش من الادمنز ان هم يقعدوا يلحقوا ورا الناس دي. فكان الحل الطبيعي، كان الحل الطبيعي ان انت يكون عندك حاجة اسمها دايركتري سيرفيس. وكلمة دايركتوري دي ما تتخضش من اسمها، اسمها مش غريب شوية. الدايركتوري سيرفيس دي جت من مصطلح بسيط جدا بالنسبة لهم، ان هم اعتبروا ان الخدمة اللي هيكون فيها كل المستخدمين دي بالظبط بالظبط عاملة زي ايه؟ عاملة زي النوت بوك بتاع التليفونات. شفت النوت بوك بتاع التليفونات؟ ها، بتلاقي نوت بوك كده وكل مستخدم ومع رقم التليفون بتاعه، مستخدم ورقم التليفون، مستخدم ورقم التليفون، وهكذا. هي نفس الفكرة بالظبط. هيبقى عندك داتابيز او سنترال داتابيز. السنترال داتابيز دي ها هيكون فيها المستخدم وبياناته، مستخدم وبياناته، مستخدم وبياناته. بالمناسبه البيانات دي هتكون بالنسبه لك اكستنسبل. يعني ايه؟ يعني انت النهارده بدات المستخدم تخزن عنه اليوزر نيم والباسورد، هل ممكن اخزن بكره ايه الاوامر اللي ممكن ينفذها؟ ايوه.
طب هل ممكن اخزن بكره شويه معلومات جديده خاصه بالمستخدم دون؟ ايوه. طب هل ينفع بعده؟ جيت بعد بكره وقلت لا 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 يا عم، انا عايز احط معلومات جديده خالص، وليكن مثلا العنوان بتاعه، الصوره بتاع المستخدم دون، موقعه في الشركه هو فين، تمام، احط له بيانات تانية زي الرخصه بتاعته، هل معاه رخصه ولا لا، طب الراجل ده له بدلات ولا لا، خلاص. فبقى الموضوع كله عباره عن اكستنسبل داتابيز، او عباره عن داتابيز تسمح لك في اي وقت ان هي ايه، ها، تضيف ليها من المستقبل او تحذف منها، يا اما تضيف او تحذف، مش فارق معاك خالص، ماشي كده. فدايركتوري سيرفيس بالنسبه لك اعتبرها كانها عباره عن سبيشال داتابيز، داتابيز خاصه قوي، هتسمح لك ان انت تخزن كل بيانات الموظفين اللي عندك او كل بيانات المستخدمين اللي عندك، وتقدر تسترجعهم بعد كده. طب حلو جدا، كلام جميل. طب السيت اب هيكون ازاي؟ قال لك بس هيكون عندك سيرفر واحد، ده السيرفر، السيرفر ده عليه الدايركتوري سيرفيس، خلاص كده. الدايركتوري سيرفيس هتكون موجود على السيرفر ده، السيرفر ده هيكون واصل على سويتش، منه واصل على راوتر، ايا كان بقى مش فارقه، على حسب النتورك سيت اب بتاعك. هنخش في موضوع النتورك سيت اب قريب ان شاء الله، وهنبقى ايه، نتكلم على السيت ابس اللي موجوده، سواء هي راوتد نتورك او سويتش نتورك، وهنتكلم على الموضوع ده بالتفصيل. المهم يعني هتلاقي في الاخر، ها، بعد كده المستخدمين واصلين هنا، تمام. المستخدمين دول كل مره يجي يوزر اسمه يوزر اكس، يوزر اكس ده هيحب يكونكت او يلوجن على المكنه دي، المكنه دي قبل ما تعمل له الاو او ديناي هتروح تسال مين الاول؟ هتروح تسال السيرفر ده، ها سيرفر، هل الراجل اللي اسمه اكس ده البيانات بتاعته، البيانات بتاعته تسمح له ان هو يلوجن؟ هل الراجل ده اوثورايزد ان هو يلوجن هنا؟ تمام كده؟ والله لو سيرفر اكس رد مرة تانية وقال ان هو يسمح، هيقدر يعمل لوجن هنا، تمام كده. لو السيرفر رد وقال لك لا لا لا، الراجل ده البريفليج بتاعته ما تسمحلوش، الراجل ده مش موجود عندي، ما اعرفش عنه اي حاجة، اللي هيحصل مش هيقدر يعمل لوجن. معنى كده ان انت دلوقتي هتمنتين داتابيز واحدة ولا لا؟ ها، هتمنتين داتابيز واحدة، تمام. وده بالنسبة لك ده إنجاز، خليك فاكر لو كان عندك 30 جهاز كنت هتمنتين بوليسي 30 مرة، كل واحدة أو على هتمنتين نسخة بوليسي كاملة على كل جهاز لوحده. إنما بالشكل دون، فإيه اللي حصل عندك؟ بقت هي بوليسي واحدة موجودة في مكان واحد، وبتمنتين من المكان الواحد ده، تمام. ممكن حد فيكم يسأل، طب يا عم بالنسبة للهاي افيلابيليتي، افرض السيرفر ده وقع، ها، هل اي حد هيقدر يعمل لوجن؟ هقول لك لا، مفيش اي حد هيقدر يعمل لوجن. طب عشان نحل المشكله دي، قال لك بس عشان اريح دماغك واحل لك المشكله دي، هديك الامكانيه ان انت تنستولت كمان سيرفر، ويبقى ده مثلا تعمل ده برايمري وده سكندري سيرفر، بحيث ان لو ده وقع في اي لحظه من اللحظات ده يفضل يخدم المستخدمين، ماشي كده، ها. يبقى ما تقلقش وما تتعبش نفسك وتقول اه يا عم، طب ما انا حطيت البوليسي في مكان واحد، طب افرض المكان ده وقع والمكان ده مش اكسسبل، الدنيا كلها هتقع. هقول لك لا، ثانيه واحده، انت ممكن تانستول سيرفر تاني وتخلي السيرفر التاني ده يعمل ايه، ياخد من البرايمري سيرفر بتاعك، ايوه، يكون سكندري سيرفر، ده سكندري سيرفر وبياخد كل البوليسي من البرايمري، اي مره او اي تغيير في البوليسي هنا اوتوماتيك هيتعمل لها ريبليكيت هنا، تمام. كل اللي عليك تعمله ان انت تقول للكلاينتس، يا كلاينتس خلي بالكم انتوا عندكم في اتنين بوليسي سيرفرز بس، لا اكتر ولا اقل، في عندكم تو سنترال اوثنتيكيشن سيرفرز، تمام كده. ها، حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ ها، ها، حد عنده اي سؤال؟ طيب كلام جميل. عشان نبدأ نشتغل نعمل حاجة زي كده، فاحنا محتاجين جزئين. احنا لحد دلوقتي كنا شغالين على مكنة واحدة، والمكنة دي هي اللي موجودة وشغالين عليها تمام وزي الفل من غير أي مشاكل، تمام كده. عشان نعمل حاجة زي كده احنا محتاجين جزئين، محتاجين، أيوه، زي الأكتيف دايركتري. الأكتيف دايركتري ما هي إلا عبارة عن سنترال أوثنتيكيشن
سيرفر بس، ومنها كمان ممكن تبوش البوليسي للكلاينتس، تمام كده؟ حلو. احنا دلوقتي الدور بتاعنا او اللي احنا عايزين نعمله، عايزين ننستول على الاقل سنترال اوثنتيكيشن سيرفر واحد، واحد مكنه واحده تخليها سيرفر، ومكنه تانية اللي هي مين؟ ها؟ اللي هي الكلاينت، على الاقل مكنه واحده كمان. هنخلي المستخدمين كلهم موجودين هنا، بس المستخدمين لما يجوا يعملوا لوجن من الشبكه يعملوا لوجن من انهي جهاز؟ بالجهاز بتاع الكلاينت، تمام كده؟ الكلاينت طبعا ايه اللي هيحصل له؟ لما يجي الراجل يعمل لوجن، لما يجي المستخدم يعمل لوجن، كده كده الكلاينت كل مره هيروح يسال مين؟ ها السيرفر، ها اسمح للراجل ده ان هو يعمل لوجن ولا لا؟ ماشي كده؟ حلو جدا. تعال نعمل كرييت لتو ماشينز، تعال نعمل كرييت لتو ماشينز، وتعالى بعدها نعمل انستول. تعال عشان اسرع طريقه نعمل كرييت تو ماشينز، تعالى المكنه دي اعتقد ان احنا خلصنا منها، مش محتاجين منها اي حاجه. تعالى نعملها باور اوف بقى، احنا مش محتاجينها في اي حاجه اطلاقا. تعالى عشان نوفر مساحه نعمل لها كده ديليت خالص، شكرا. انا لسه هتكلم على الانترنال كومبوننتس بتاع السنترال اوثنتيكيشن سيرفر، لسه هتكلم على الانترنال كومبوننتس بتاعته، ماشي. تعالى كده يا سيدي ايه، نروح عندنا على، في عندي ايزو هنا، في عندي سنتوس اهو كويس، عندي مينيمال سنتوس موجود عندنا. تعال نخلي ده كده، دي المكنة السيرفر. تعال نستول المكنة دي، انستوليشن عادي جدا مفيش فيه اي اختراع. تعال نفاير مكنة تانية، او حتى احنا مش محتاجين نفاير مكنة تانية، هناخد كابل المكنة دي مجرد ما نخلصها، يعني نخلص المكنة دي ايه ونبدأ على مكنة جديدة. تعالى كده المكنة اللي عندي دي، تعالى نشوف هناك كده لو في اي مكان كنا مكريتينه قبل كده. تمام، تعال نمسح ده كده، احنا مش محتاجين ده خالص، نمسح بس الليبل القديم اللي احنا كنا عاملينه. تعال نسيب الكي ده، مش محتاجينها في حاجة. تعالى يا سيدي، تمام اهو اتكريت اهو. عندي سنتوس روت موجود على تقريبا 50 جيجا، ممتاز جدا، اكسبت. الهوست نيم
نيبول نتورك كمان شيء ممتاز. وتعالى server.example.com نديله الدومين، او تعالى ندي الدومين كده حاجة سميها مثلا دوت مصطفى دوت كوم، هسمي الشركة بتاعتي اسمها مصطفى دوت كوم. خلصنا كده، اعتقد ان احنا كده شبه جاهزين، ممكن نبدأ انستوليشن. وتعالى نحط روت باسورد، باسورد ضعيفة جدا يعني، طبعا ما ينفعش نستخدمها في برودكشن، بس بقينا بنجرب في لاب فايه عادي يعني، مش اي مشكلة. دقيقتين بالظبط، ويكون اقل من دقيقتين كمان ويكون الانستوليشن خلص ان شاء الله. تمام. بفضل يو ان اي او يو عن يو ان ال. لا بكل بساطه، لو انت شغال راوتنج وسويتشنج بس اشتغل اي او يو، مش محتاج اي تعقيد. لو انت هتشتغل
فاير وولز ومش عارف، وتنتجريت شويه حاجات كده مع بعض، يعني ما لهمش علاقه ببعض، حاجات كلها مش سيسكو. من الاخر اشتغل يو ان ال. تمام، نرجع لموضوعنا، نرجع لموضوعنا، تعال نتكلم بقى على اللي احنا عايزين نعمله هنا، وايه ايه اللي احنا هنعمله انستول دلوقتي كده. الماشين بتاعتي خلصتها اهي، تعالى كده نعمل ايه، شوت داون للجست ده. وتعالى يا سيدي نبراوز الجست، تعال نروح للفيرتشوال ماشينز وناخد منها كده كابي. وتعالى نسمي ده المكنة بتاعتنا دي اسمها كلاينت، تعال نفتحها كده. تمام، وتعالى نعمل لها رينيم كده عشان نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل. اسمها كلاينت واحد، شكرا. وتعال نباور اون الماشينز اللي موجودة عندي دي. تمام، نرجع لموضوعنا بقى. بكل بساطة، بكل بساطة ومن غير أي تعقيد خالص دلوقتي، لان احنا لسه هنرجع نتكلم عن الموضوع ده مره تانية بالتفصيل الممل ان شاء الله، احنا دلوقتي بنعمله كده بشكل سريع بس، هنرجع نتكلم عليه مره تانية ان شاء الله بالتفصيل الممل. خلاص، السيرفر اللي انا عايز اعمل له انستول ده، خلاص انا عندي مكنه اهي، عندي دلوقتي سيرفر وعندي كلاينت، تمام كده، او سي 1 وعندي سيرفر. السيرفر ده هانستول عليه، هانستول عليه سيرفيسز موجوده، السيرفيس دي تسمح لي ان انا اعمل ايه، ان انا اعمل اوثنتيكيشن، تمام كده. هتبقى هي السنترال، ها السنترال داتابيز بتاعتي. طب ايه السيرفيس اللي هنستولها دي؟ السيرفيس اللي هنستولها هي عباره عن مجموعه باكج، مش باكجز، مش باكج واحده، اسمها ها فري اي بي اي او فري ايبا، تمام كده. ايه الفري ايبا دي؟ الايبا دي فري، واعتقد معروف فري يعني ايه، تمام. ايبا دي اختصار لايه؟ ايبا دي اختصار لايدنتيتي، بوليسي، اوديت. تمام كده؟ تمام؟ Identity Policy Audit، طب بتعمل لي ايه الكلام ده؟ او بتعمل لي ايه ال Identity Policy Audit دي؟ ده ايه ال Free IPA ده؟ ال Free IPA ده عبارة عن Service، او عبارة عن Integrated Solution بكل بساطة، Integrated Solution Red Hat عملته عشان يكون عبارة عن Central Authentication Server، تمام كده؟ طيب الايبا ده بيضم ايه؟ الايبا ده بيضم شويه حاجات كتير قوي مع بعض، هو بينتجريت ان تي بي سيرفيس للتايم عشان تدي اكيوريت تايم ما بين الماشينز، تمام كده؟ طيب بيضم ايه كمان؟ بيضم دي ان اس سيرفيس، خلاص؟ بيضم ايه كمان؟ بيضم حاجه اسمها ال داب سيرفيس. طيب بيضم ايه كمان؟ بيضم حاجه اسمها كيربروس سيرفيس، تمام كده؟ تمام؟ زائد من أهم المميزات اللي موجودة فيه كمان إن هو له ها HTTP أو HTTPS انترفيس تمانج منه كل الكلام ده، تمام كده؟ تمام؟ طيب تعال نتكلم على كل واحدة بالتفصيل الممل. بص لي يا سيدي، الـ NTP دي وظيفتها ان التايم ما بين المكنة دي ومن المكنة دي يكون ها سينكرونايزد، يعني ما تجريش المكنة دي يكون الوقت عليها الساعة 8
ويكون المكنه دي الوقت عليها الساعه 10 والمكنه دي والاتنين يحاولوا يكلموا بعض. ده كلام مش مظبوط، ده كلام مش مظبوط. بالظبط عامل زي ايه؟ انت لما تروح المطار، ها بيكون للطياره بتاعتك ميعاد معين، ينفع تكون طيارتك الساعه 10 تروح انت داخل لهم المطار الساعه 11؟ ايه يعني؟ ما ينفعش يعني، صح؟ عمرهم ما يسمحوا لك اصلا تدخل من الاساس، مش هيسمحوا لك اصلا تدخل، تمام؟ هي نفس الفكره بالظبط. ما ينفعش، يكون جهاز بيبعت معلومه لجهاز تاني يقول له النبي اعمل لي اوثنتيكيت، ويكون التايم بين الجهازين مختلف. ليه؟ لان بكل بساطه ممكن الباكتس او الداتا اللي بتتبعت هنا دي حد في النص كده، واحد كده ابن حلال عمال يسنف الباكتس دي، ياخد الريكوست اللي الراجل ده بعته يعمل له ايه؟ ها يعمل له ديكريبت وياخده هو يبعته للسيرفر. فعشان يمنع حاجه زي كده، وهو والكلاينت بيبعت المعلومه للسيرفر بيحط معاها التايم بتاعه، التايم اللي موجود عنده. سيرفر لما يرد عليها يقول له الرد بتاعي كذا، وفاليد الرد ده فاليد لمده كام دقيقه او لمده كام ثانيه، بحيث ان حتى لو حد عمل اتاك على النتورك وعمل ديكريبت للكلام ده، هو الريبلاي اللي خده ده هيبقى بالنسبه له بعد كام ثانيه انفاليد. فهو على ما يكون فك المعلومه دي، على ما يكون قدر يعمل لها ديكريبت، هتبقى بالنسبه له ها يوزلس، هتبقى بالنسبه له يوزلس بكل بساطه، تمام كده؟ فعشان كده انت محتاج التايم يكون سينكرونايزد بين ايه؟ بين الكلاينت وبين السيرفر. كلام جميل. الدي ان اس، اعتقد من الاسم انتوا عارفين بيعمل ايه. الدي ان اس عشان مش كل مره الكلاينت يجي اوثنتيكيت من السيرفر يروح يوثنتيكيت بالاي بي. تخيل لو انت عندك شبكه، الشبكه دي فيها وليكن 1000 جهاز، 1000 جهاز، تفتكر ان ال1000 جهاز دول كل واحد هيكونكت بالاي بي بتاعه؟ اسهل ولا كل واحد يكون له اسم احسن له؟ اعتقد يعني، اعتقد ان هيبقى الدي ان اس احسن لك يعني، مفيش نقاش، دي حاجه سهله جدا. لان انت ممكن تسميهم بي سي واحد داش مش عارف اسم السكشن اللي هو موجود فيه دوت مصطفى دوت كوم، بي سي 2، بي سي 3، وهكذا يعني. ممكن تديهم اسماء السيرفرات اللي موجوده عندك، تديها اسماء هي كمان، حاجه تكون سهله بالنسبه لك كبني ادم تفتكرها، عشان لما كلاينت يكونكت عليك ويقول لك عندي مشكله ممكن تساله، اه انت موجود على الجهاز كذا؟ يقول لك انا موجود على الجهاز وليكن رقم 305، فانت تقدر ترابل شوت المشكله دي بشكل سريع جدا، تمام كده؟ طيب كلام جميل. بالمناسبه هو مش مانداتوري يعني، مش حاجه بنسبه 100% لازم تكون موجوده. انت ممكن تكونفيجر كومبليت سنترال اوثنتيكيشن سيستم من غير ما يكون في دي ان اس، هو حاجة اوبشنال بالنسبة لك، بس هي حاجة هتسهل عليك الدنيا، تمام كده؟ طيب بالنسبة لل LDAP، ال LDAP ده بقى يا سيدي هي عبارة عن الدايركتوري سيرفيس نفسها. ها ال LDAP، هو عبارة عن الدايركتوري سيرفيس نفسها. يعني ايه؟ يعني بكل بساطة هو السيرفيس اللي مسؤولة ان هي تخزن اليوزر نيمز والباسوردز، مش اليوزر نيمز والباسوردز بس، ومعلومات المستخدمين كلها والبوليسي بتاعتهم كمان لو حبيت. ولو بتنتجريت مع دي ان اس، يعني لو انت بتنتجريت الدي ان اس، او لو هتشغل الفري ايبا او الايبا سيرفر، ممكن تشغله ان هو يهوست او ان هو يكونتين الداتا بيز بتاعت الدي ان اس سيرفر. ساعتها كل المعلومات دي بتتخزن في ايه؟ في ال داب. ال داب باختصار لايت ويت دايركتري اكسس بروتوكول. ده عباره عن بروتوكول اتعمل من زمان الثمانينات، ممكن من اواخر السبعينات كمان، اللي بدا يعمل البروتوكول ده كانت شركه اي بي ام، بعد كده بقى ديفاكتو ستاندرد العالم كله شغال بيه، تمام كده؟ يبقى الداتا بيز نفسها اللي فيها كل المعلومات هي عباره عن ال داب باك اند او ال داب داتا بيز، تمام كده؟ طيب الان دي بي عشان تاكد ان الوقت بين الماشين او ما بين الكلاينت او بين السيرفر سينكرونايزد. طيب الدي ان اس، وظيفتها ايه عندنا؟ دي ان اس وظيفتها ان هي تسهل الدنيا، ترتب لك الدنيا شويه، بدل ما تقعد تكونكت بالايه؟ بالاي بي ادريسز، هتكونكت بالنيمز. طيب بالمناسبه قلت لك دي برضه مش مانداتوري، مش رئيسيه، مش لازم تكون موجوده عندي. خلاص؟ طيب اللي بعده ال HTTP او ال HTTPS جرافيكال يوزر انترفيس، دي ليك انت كادمن عشان تمانج الدنيا. تخيل بقى لو انت بتمانج كل الكلام ده كوماند لاين، يا دين النبي ربنا يديك الصحه عليه.
فعلا والله حرفيا ربنا يديك الصحة عليه. هتمانج ايه ولا ايه؟ فلازم يكون عندك مانجمنت انترفيس سهل كده وبسيط يسهل لك الدنيا وتقدر تمانج منه الدنيا كلها. طيب الحاجة الأخيرة خالص الكيربروس. الكيربروس ده يعني عبارة عن اوثنتيكيشن سيستم. الكيربروس هو عبارة عن اوثنتيكيشن سيستم بكل بساطة، خلاص. وزي ما الراجل ده بيقول، في واحد بيقول خاص بمايكروسوفت، لا الكيربروس مش خاص بمايكروسوفت، الكيربروس ده عبارة عن اوبن ستاندرد. مايكروسوفت عندها ها الامبلمنتيشن الخاصة بيها للكيربروس، زي ما مايكروسوفت عندها الامبلمنتيشن الخاصة بيها للال داب. الال داب ده عبارة عن اوبن ستاندرد بروتوكول، مش مايكروسوفت اللي عاملاه ولا بتاع مايكروسوفت، ده اوبن ستاندرد الناس كلها بتديبلوي فيه، او اسف بتديفلوب فيه. الكيربروس برضو عباره عن اوثنتيكيشن سيستم، ها، وده برضو اوبن ستاندرد العالم كله شغال بيه. بالمناسبه هتلاقي اسمه ام اي تي كيربروس، ده الاوبن ستاندرد فيرجن الناس كلها شغاله بيها، ماشي. له امبلمنتيشنز كتيره بقى، يعني مثلا الناس بتوع لينكس ليهم الامبلمنتيشن الخاصه بيهم بتاعه الكيربروس، والمايكروسوفت عندها الامبلمنتيشن الخاصه بيها بتاعه الكيربروس، تمام كده. ممكن تلاقي شركه اسمها اكس، يعني سوزا مثلا، عندها بتستخدم، اعتقد بتستخدم الكيربروس العادي بتاعنا اللي هو الام اي تي كيربروس، ماشي كده. ممكن تفتح شركه باسمك وتعمل امبلمنتيشن خاصه بيك، طالما انت ماشي على الستاندرد بتاع البروتوكول محدش هيقول لك انت بتعمل ايه يعني، ماشي. بالمناسبه يعني عايز اقول لك بس على معلومه، لو حد فيكم شغال مايكروسوفت، مايكروسوفت اكتيف دايركتوري ما هو الا عباره عن انتجريشن ما بين الكيربروس والال داب والدينس، ومايكروسوفت عامله لك كده المانجمنت انترفيس حلو تمانج منه. هو طبعا مش ويب انترفيس عند مايكروسوفت بالمناسبه، ده ديسكتوب ابلكيشن عادي خالص، يعني بتخش تمانج اليوزرز والجروبس والاو يوز منه بس كده، شكرا لا اكتر ولا اقل، ماشي ماشي. انا بس مش عايز اخش في تفاصيل التفاصيل لان في كورس كامل عن الايبا ده، في كورس بالكامل عن الايبا، ماشي. اعتقد كنت بدات فيه من فتره اشرحه وكان الكورس وقف لان ما كانش في حد كمل معانا في الكورس، ما كناش لاقيين حد اصلا نشرح له، فايه فكان الكورس وقف في اعتقد في نصه تقريبا، او في بعد التلت التاني او في بدايه التلت التاني. طيب ما علينا، يعني نرجع تاني لموضوعنا. فده اللي احنا عايزين نعمله انستول دلوقتي، مش هخش في تفاصيل التفاصيل دلوقتي عشان ما اضيعلكوش وقتكم، لان احنا لسه بنتكلم يعني بسم الله الرحمن الرحيم، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. فكل اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين ننستول السنترال اوثنتيكيشن سيرفر ده، وعايزين كمان نكونفيجر الكلاينت ان هو ايه؟ ها؟ ان هو يأوثنتيكيت من مين؟ من السيرفر، تمام كده؟ فانا محتاج انستول الفري اي بدا، انا محتاج انستول الفري اي بدا. تعال عندي هنا كده، نروح للمكنه دي، تعال نروح للسيرفر الاول، ان ام سي ال اي كونكشن شو، مفيش عندي اي اف كونفج. طيب اي بي ادرس شو، اعتقد ان احنا خدنا نتورك مانجر والناس عارفه ايه اللي انا بعمله ده، صح. ها بنجيلي كده على ياهو دوت كوم، هل عندي ريتشابيليتي؟ ممتاز ممتاز، عندي ريتشابيليتي اهون، ده كلام جميل. بالمناسبه لما تيجي تسيت اب سيرفر، لما تيجي تسيت اب سيرفر يعني يفضل، مش يفضل يعني، خدها قاعده رقم واحد في حياتك، سيت اب بيرمننت نتورك ادرس للسيرفر ده. تاني، لما تيجي تسيت اب اي سيرفر دايما دايما قاعده رقم واحد للسيرفر ده اعمل له ايه؟ ها، حط له اي بي ادرس، تمام. قبل ما اعمل اي حاجه يم كده، تعالى اعمل يم سيرش باش استريك يام، دي عباره عن تول بستخدمها عشان انستول السوفت وير، خلاص. هسيرش دلوقتي على الباش كومبليشن، لو انتوا فاكرين الباكج دي، الباش كومبليشن دي كانت بتسمح لي ان انا ايه، ها، استخدم الدبل تاب. طيب تعالى كده عشان ما يزعلش مننا، اهي موجوده اهي، تعالى اعمل لها انستول كده.
تعال نعمل لوج اوت، تعال نعمل لوجن مرة تانية. ممتاز ممتاز جدا. ان ام سي ال اي كونكشن شو، جميل. ان ام سي ال اي كونكشن اديت، الكونكشن بتاعي اسمه ايه؟ نقول مش عارف باسم الانترفيس. مش اديت، لا. قبل اديت كمان انا عايز اعمل حاجه، كنت عايز اقول لك على ايه يا سيدي. بص، انا بفضل دايما، انا بفضل لما تيجي انستول، او انت عملت انستول لسيرفيس ماشي، او هتعمل انستول لسيرفيس تمام، بتحضر السيرفر، فحاول دايما وانت بتحضر السيرفر اعمل حاجه مينينج فول ليك، فاهم قصدي؟ ها طيب، لو انت جيت بصيت وانا جيت بصيت هنا كده، لو بصيت على النيم بتاع البروفايل بتاع الانترفيس ده هتلاقيه دايما واخد اسم الانترفيس. فده من الحاجات، من البراكتسز السيئه جدا بالنسبه لي. يعني انا لما ابص عليها كده والاقي سيستم ادمن عامل حاجه زي كده، بعرف ان ده سيستم ادمن زبال بكل بساطه. ليه؟ لان ساب الديفولت سيتنجز اللي نازله على المكنه زي ما هي. وده في حكايه ترابل شوتنج بيكون صعب جدا، بيكون صعب جدا. خلاص، فانت المفروض تعمل ايه؟ ان ام سي ال اي كونكشن، اعمل كده ديليت لمين يا عم؟ للبروفايل القديم ده مش عايزينه. لو جيت تقول له ان ام سي ال اي كونكشن شو، مش موجود خالص، مش اي بروفايل. انا ممكن اعمل كده ان ام سي ال اي كونكشن اد. حاجه كمان عايز اقول لك عليها، مش عارف الناس اللي ما حضروش معانا قبل كده كمان، او الناس اللي لسه جايين جداد، حد فيكم عارف على ان ام تي يو اي؟ حد عارف؟ ما علينا، بغض النظر، تعال كده نكونكت ريموتلي بدل ما انا معذبكم ومعذب نفسي معايا كده وعمال يزمر لنا وتعبنا معاه. تعال كده نروح لموبا اكسترم كده. هعمل هإديت كونكشن. تعالى كده عندي، هعمل اد ايثرنت، البروفايل نيم، البروفايل نيم بتاعي هسميه وليكن اس ار في كون 1 او كون 1 كون اندرسكور 1. الديفايس بتاعتي كان اسمها ايه كمان؟ تعالى كده اروح لترمينال تاني عندي، تعالى اقفل الشات ويندو دي، مش محتاجينها في حاجه دلوقتي خالص ما دام انا معذبكم معايا برضو. تعالى نقفل دي كمان، اعتقد ان كده افضل. ان ام سي ال اي ديفايس شو، الديفايس اللي عندي اسمها اي ان او 16 4 7 3 6. نرجع تاني للتي تي واي، ENO 16 4 7 3 6. خلاص كده مش محتاجة غير الماك ادرس في حاجة. ال IPv4 بتاعي هيبقى مانيوال، ال IP بتاعي الادرس بتاعي هيبقى كام؟ 192. مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين دوت 153 دوت وليكن 150. خلاص، ده سلاش 24. الجيت واي بتاعتي 192.168.153.2. الدي ان اس سيرفرز بتوعي هخلي المكنة دي تريزولف من نفسها، او ممكن اخليها بشكل مباشر تريزولف من عمك جوجل. ماشي، الدومينز اللي موجودة عندي
يسيرش على مصطفى دوت كوم. خلصت انا كده، ممكن اعمل اوكي كده. واكويت من هنا واقول له ان ام سي ال اي كونكشن شو اهون اي بي ادرس شو. تعالى كده بينج على ياهو اشوف هل اقدر ابينج ولا لا. ايوه بقدر ابينج، كلام جميل جدا كده. ممكن اكونكت عليها ريموتلي اهون واقدر امانج الدنيا كلها ريموتلي بدل ما انا معذبكم معايا. اس اس اتش كده تروت ات 192.168.153.150. يلا سيدي بنجيلي كده 192.168.153.150 بقدر ابنج عليها. الترمينال عندي من واضح ان هو زعلان مني شوية. طيب تعالى كده نروح لسكيور سي ار تي. هو شغال عندي بس تيرمينال موبا اكسترم زعلان مني شويه، ويندوز زعلان مني شويه بمعنى ادق يعني. فايه، فانا هقفل ده، مش محتاجينه في اي حاجه. متشكرين يا سيدي، وتعالى ايه نشتغل من التيرمينال دول. تعالى نكبر الخط شويه. اعتقد الخط كده واضح بالنسبه لكم. ممتاز جدا ممتاز. تعالي كده يا سيدي اقول له يم سيرش اي باس سيرفر. تمام كده. ممكن بعد كده ابدا الانستوليشن بتاعي. هانستول الباكج يام انستول ايبا سيرفر. ما شاء الله، يعني لو لاحظت هيروح ينستول الباكجز او الديبندنسز بتاعه الكيربروس من غير ما تاخد بالك. هيروح ينستول شويه حاجات كتيره قوي قوي قوي، يعني انت شايف كميه باكجز وديبندنسز كتيره جدا محتاجها. هيروح ينستول لك الاباتشي لوحده كويب سيرفر عشان تمانج من الجرافيكال يوزر انترفيس. هيروح ينستول ان تي بي سيرفيس، هيروح ينستول ال داب سيرفيس. تمام، هينستول كل الديبندنس بتاعته اللي هو محتاجها يعني. ما شاء الله، شايف يعني راح جاب لك كل السيستم ديتولز اللي هو محتاجها معاه، ومحتاج الاوبن ال داب كمان يوتيلز بتاعته، كل الحاجات اللي هو محتاجها ديا هيروح كمان يجيبها معاه في السكة وهو جاي. ماشي، محتاج الجافا كمان والاباتشي. طيب الدايركتوري سيرفيس اللي هي ال داب سيرفيس نفسها اهيا، والايبا سيرفر نفسه. طيب كلام جميل، تعالى كده نقول له ماشي اعمل داونلود يا عم الكلام دون. على ما الحاج ده يخلص تعالى نعمل نفس اللي احنا عملناه على المكنه بتاع الكلاينت نفسها. فين المكنه بتاع الكلاينت؟ المكنه بتاع الكلاينت اهي. على ما ربنا يديله الصحه ويخلص. تعالى هنا كده يا سيدي،
روت ريد هات ان ام سي ال اي كونكشن شو، مفيش اصلا. طيب اي بي ادرس شو، الاي بي بتاعها 146. تعالى هنا كده يا سيدي نعمل له ايه، اللهم صل على النبي. الاول نحط البروفايل بتاعه تمام، ونديله ها اي بي ادرس. طيب ان ام سي ال اي كونكشن ديليت لمين؟ ل اي ان او 16 4 7 3 6 تمام كده. بعد كده تعال نروح ل ان ام تي يو اي edit connection، مضطر ان انا اتعذب معاكم شويه في البدايه. ايثرنت تعال نديله كلاينت كونكشن 1، الديفايس اي ان او 16 4 7 3 6. الاي بي كونفيجريشن بتاعه هيكون مانيوال، الادرس بتاعنا هيكون 192.168.153.151/24. الجيت واي بتاعتنا 168.150.2. الدي ان اس سيرفرز بتوعنا 4 8. ممتاز جدا. تعالى ايه نابلاي الكلام ده، خلاص عملنا له كويت كده. ان ام سي ال اي كونكشن شو، اي بي ادرس شو. طب بينج كده على ياهو في ريتشابيليتي دلوقتي. مفيش عندي ريتشابيليتي. طب ابنج كده على الراجل اللي معاه في نفس السبنت 192.168.153.2، ببنج على 2. طيب هل بقدر ابنج على 150؟ ببنج على 150. طيب بنج لي كده على 4 8. مش قادر يوصل. طبعا ممكن تكتب اكتر من اي بي، ايه المشكله يعني. ان ام سي ال اي كونكشن شو كده، ان ام سي ال اي كونكشن شو. موجود 192.168.153.151. طيب اي بي ادرس شو هنا، الماك ادرس بتاعي اخره 9048. طيب 9048 لا، الماك ادرس الماكات مختلفة. اكتشفت المشكلة فين. لو حد فيكم لاحظ ان انا ببنج على الجيت واي اللي موجودة معايا، او ببنج على الاجهزة اللي موجودة معايا في نفس السبنت. لو حد فيكم لاحظ، بص الجيت واي عندي انا عاملها كام، دي غلط. الجيت واي بتاعتي 153.2 وليس 150.2. ان ام سي ال اي كونكشن شو كده،
لسه ان ام سي ال اي كونكشن داون للكونكشن اللي اسمه كلاينت داش كون اندرسكور 1، وتعالى بعد كده ان ام سي ال اي كونكشن اب. تعالى بعد كده نشوف الراوتس، راوت داش ان او اي بي راوت. الديفولت طلع عن طريق 153.2. تعالى كده بينج كده على 4 8 دلوقتي كده، المفروض ان يكون عندي ريتشابيليتي اهون، وبقى بيبنج وكل حاجه تمام ممتاز. طيب تعالى كمان يام انستول باش كومبليشن. الحمد لله الانستوليشن بتاع السيرفر هنا او الانستوليشن بتاع السيرفيس ها شبه انتهى خلاص. هننستول كمان الكلاينت، هننستول كمان الكلاينت ون ايه ونبقى احنا كده جهزنا المكانتين، يا دوب نبقى فاضل جزء الكونفيجريشن بس. هننستول الكلاينت كمان ويبقى احنا كده فاضل جزء الكونفيجريشن فقط لا غير. تعالى نكونكت بقى الكلاينت ريموتلي. تعالى نأد كونكشن هنا، نروح ل 151 قبل ما تبدأ في أي حاجة. لو لاحظت المكانتين الاتنين عندهم نفس الهوست نيم، ها؟ شايف؟ فطبعا دي من الحاجات المشاكل، ليه؟ أو ليه الاتنين عندهم نفس الهوست نيم؟ لأن أنا خدت المكنة وبعد كده رحت واخد منها كوبي، حد فاكر؟ ها؟ فأنا ممكن أقول له هنا كده هوست نيم كنترول ست host name control set host name سميهولي client واحد دوت مصطفى دوت كوم خلاص. طب بعد كده نعمل لوج اوت، نلوج مرة تانية، الهوست نيم بتاعه اتغير اهون وبقى تمام. لو جيت هنا كده اقول له host name، هوست نيم بتاع اسمه سيرفر دوت مصطفى دوت كوم، يبقى انا كده ايه قدرت افرق بين المكانتين. كده قدرت افرق بين المكانتين. حد عنده اي مشكله في اللي انا عملته لحد دلوقتي؟ ها؟ حد عنده اي مشكله في اللي انا عملته لحد دلوقتي؟ ممكن اجي هنا كده اقول له يم انستول ايبا كلاينت، ودي الباكج اللي هتسمح لي ان انا انستول مين؟ ها الكلاينت عشان يقدر يأوثنتيكيت من السيرفر. تعال انستول الكلاينت هو كمان. يبقى انا كل اللي عملته رحت على السيرفر عملت انستول لمين؟ ها للايبا سيرفر، وعلى الكلاينت عملت انستول لمين؟ للايبا كلاينت. بس كده، شكرا لا اكتر ولا اقل. الباكجز دي هتلاقيها موجوده في الريل دي في دي، بس احنا حتى الان لسه ما اتكلمناش هاو تو سيت اب لوكال ريبوزيتوري. لو حد فيكم فاكر احنا لسه ما اتكلمناش على الباكج، على الباكج مانجمنت حتى الان لسه ما اتكلمناش عليها. لا انا سايبها عشان نتكلم عليها بشكل مفصل شويه، تمام؟ هي الموضوع الجاي بتاعنا، هي الموضوع الجاي بتاعنا بكل بساطه. طيب كلام جميل ممتاز، يبقى احنا كده جهزنا ايه؟ ها جهزنا الكلاينت وجهزنا السيرفر بشكل كامل، فضلنا بس ان ايه؟ نكونفيجر السيرفر، وبعد كده نروح للكلاينت نقول له يا كلاينت روح اوثنتيكيت كل مره من مين؟ ها من السيرفر. بس كده، ده كل اللي بقى عندنا. طيب عشان نخلص الحكايه دي ناخد بريك بس ونرجع، لان انا صوتي وجعني والله، فناخد بريك ونرجع نكمل ان شاء الله. تمام؟ طيب نكمل بقى الايه الجزء اللي احنا بدأناه. احنا اخر حاجة كنا عملناها كنا عملنا انستول الايبا سيرفر، عملنا ايه تاني؟
عملنا انستول الاي باك كلاينت. تعال نبدا نكونفيجر ايه الاثنين. قبل ما تكونفيجر الاثنين، انت المفروض يكون عندك دي ان اس انفراستراكشر. المفروض يكون في عندك دي ان اس انفراستراكشر، تمام كده؟ طيب زي ما قلت لك قبل كده من شويه ان الدي ان اس مش حاجه ضروريه، الدي ان اس مش حاجه ضروريه بالنسبه لك، تمام؟ طيب ده معناه ايه؟ معناه بسيط جدا، ان انت ممكن بكل بساطه تستخدم وليكن الهوستس فايلز، او ممكن ما تستخدمهاش اساسا، بس مع الايبا سيرفر انت لازم يكون في عندك ريزولوشن، اي نوع من ريزولوشن، سواء عن طريق الدي ان اس او عن طريق الهوستس فايلز. فاكرين اي تي سي هوستس؟ ممكن تروح تهارد كود الهوستس بايدك، طبعا ده مش ريكومندد واي، وزي ما قلت لك الريكومندد يكون عندك ايه؟ ها، يكون عندك دي ان اس انفراستراكشر موجوده، ده مفيش نقاش فيها، دي حاجه يعني ما ينفعش تتناقش فيها. اي شبكه في الدنيا ايا كانت، في حاجتين ما ينفعش ما يكونوش موجودين فيها. اهم حاجتين في اي شبكه الناس بتستهيفهم وتقول ما لهمش لازمه، بس هما فعلا ليهم لازمه ومهمين جدا. الحاجه الاولانيه الان تي بي سيرفيس للتايم، الحاجه الثانيه الدي ان اس سيرفيس، تمام كده؟ ف الايب عشان يشتغل عندك لازم يكون عندك ايه؟ اي نوع من ريزولوشن. الفيم اصلا مش موجود. طيب يام انستول فيم، تعال انستوله هنا على المكانتين. تعال نروح كده الهوستس عندنا، وهقول له ان المكنه الاي بي بتاعها 192.168.153.150، دي اسمها سيرفر دوت مصطفى دوت كوم، الشورت نيم بتاعها اسمه سيرفر، والمكنه اللي هي 151 دي اسمها كلاينت واحد، والشورت نيم بتاعها كان اسمها كلاينت واحد. تعالى هنا كده بينج على سيرفر، ممتاز، بينج كلاينت واحد بينج. ممكن بعد كده اعمل سيكيور كوبي من اي تي سي هوستس احطها عند كلاينت واحد جوه اي تي سي عنده. ممتاز كده، لو رحت حتى عند الكلاينت وجيت اقول له بنجلي كده على المكنه اللي اسمها سيرفر، ها بي بينج، وبنجلي على كلاينت، يبقى انا كده خدت ملف الهوستس، او عندي المكانتين يقدروا ها يكلموا بعض عن طريق النيم. كده انا مش محتاج الدي ان اس في اي حاجه، تمام كده؟ يا اما يكون عندك دي ان اس، يا اما تهارد كود الكلام ده بايدك في الهوستس فايل، حاجه من الاثنين. طيب كلام جميل، تعال نسيت بقى مين السيرفر بتاعنا. هقول له كده ايبا سيرفر انستول، دي عباره عن سكريبت بتسمح لك ان انت تنستول الايبا سيرفر وتكونفيجر الاي بي سيرفر عندك. تعال عندي هنا كده هيبدأ يسألك شوية أسئلة، بيقول لك ها انت عايز ها عايز تانستول، عايز تانتجريت، او عايز تانستول انتجريت الدي ان اس. لا انا مش محتاج. اسم المكنة بتاعتك، هو اوتوماتيك قرا اسم الهوست نيم كذا، فبيقول لك عايز تسميها بنفس الاسم، هقول له ماشي مفيش مشاكل. الدومين نيم بتاعك اسمه مصطفى دوت كوم، برضه مفيش مشاكل. الريلم نيم، الدومين نيم، الكيربرس بيفهم حاجه اسمها ريلم، خلاص هو اعتبره اسم الدومين نيم بتاعك ماشي، بس ده خاص بالكيربرس. الدايركتوري مانجر باسورد، هدي له باسورد بتاعتي. الايبا ادمن باسورد، ده باسورد الادمنستريتور
اللي بتلوجن منها للجرافيكال يوزر انترفيس، خلاص؟ يبقى الدايركتوري مانجر ديا عشان تمانيبوليت ال ال داب داتابيز، او عشان لما تحب تعدل في ال داب داتابيز هتستخدم مين؟ الدايركتوري مانجر داتابيز ديا. لكن الايبا سيرفر ده عشان تستخدمها عشان تلوجن لمين؟ للجرافيكال يوزر انترفيس نفسه، تمام؟ تعال نحط له باسورد. اهو خد منك المعلومات بتاعتك كلها، وبقول لك عايز تكونفيجر السيستم مستخدمين الفاليوز دي. ايوه شكرا. هيبدا الكونفيجريشن بتاعه، ها، وبعد دقيقتين بالظبط او دقيقه هتلاقيه ايه؟ يقول لك خلاص الكونفيجريشن انتهى، شكرا، انت كده بقيت تمام. يعني ممكن اقول لك على حاجه كمان، ان انت ممكن الايبا سيرفر ده من المميزات اللي موجوده فيه ان انت مش مجرد بتخزن فيه اليوزر نيمز والباسوردز، ده انت ممكن تحط فيه حاجات تانية، او ممكن تعمل له حاجات تانية، ان انت تابلاي بوليسي على الدومين كله كامل، او على الناس اللي عندك كلهم كاملين. ممكن تستخدمه كسيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر، سي اي سيرفر، لو حد فيكم عارف السي اي سيرفرز هنتكلم عليها ان شاء الله لما نيجي الموضوع البي كي اي نتكلم عليه، ولما نيجي نشرح الجي بي جي انكريبشن وهكذا هنتكلم عليها بالتفصيل الممل. هنتكلم على البي كي اي وايه هي السيرتيفيكت اوثوريتي وهنتكلم عليها بالتفصيل الممل. ممكن تستخدمه كمان كدي ان اس سيرفر. فبكل بساطه الايبا ده ممكن تعتبره ان هو one of the best infrastructure solutions حاليا موجود في العالم كله يعني. تمام، من المميزات الممتازه اللي جدا فيه ان هو كمان ممكن ينتجريت مع الاكتيف دايركتوري بكل سهوله. ممكن تنتجريت الايبا مع الاكتيف دايركتوري بكل سهوله، تمام؟ فيبقى عندك دومين واحد موجود، المكن بتاع ويندوز بيأوثنتيكيت من الاكتيف دايركتوري، والمكن بتاع لينكس كله بتبوش البوليسي وبتأوثنتيكيت من مين؟ من الايبا. ده معناه ان انت ممكن تقدر تحقق حاجه اسمها سنجل ساين اون لايه؟ للشركه اللي انت موجود فيها او المؤسسه اللي انت شغال فيها، بغض النظر بقى، بغض النظر عن الحجم بتاعها بالمناسبة يعني. هنا اللي انا بعمله ده ليه، او ان انا بخلي المكنه تعمل اي مجهود ليه؟ لان بيقول لك هنا السيستم بتاعك از راننج اوت اوف انتروبي، يعني الجهاز بتاعك ده يعتبر شبه ايدل، مش عارف يجنريت راندوم بيتس كفايه عشان يجنريت الكيز بتاعتك، خلاص؟ فانا بخلي المكنه تعمل اي مجهود بحيث ان هي ايه تقدر ايه تجنريت راندوم بيتس كفايه ان هي ايه تعمل الكيز اللي موجوده عندك، او تجنريت الكيز اللي انت محتاجها للانستوليشن ده ان هو يكمل.
يلا يا وحش. كده الأمر ده يعذب المكنة شوية، خلصها في ثواني وده شيء ممتاز. وحش.
ممتاز. هنا بيقول لك ان السيت اب كومبليتد، وبيقول لك ان انت تسمح بالبورتس دي للفاير وول، لان تسمح بالبورتس دي للفاير وول عندك، تمام. يقول لك بعد كده ممكن تاخد التيكتس عن طريق كي انت ادمن، ده امر تستخدمه. طيب تعال نمشي معاه زي ما هو طلب مننا بالظبط. نعمل ايه؟ تعال نعمل ايه؟ نقلاو البورتس دي للفاير وول، اتش تي تي بي واتش تي بي اس، الداب الداب اس، الكيربروس كمان محتاجينه. بس خلاص مش عايزين اكتر من كده. بعد كده كي انت ادمن، طيب بعد كده اد اي باي يوزر اد، اهو ممتاز جدا ممتاز. تعالى هنا كده يا سيدي، ممكن اقول له فاير وول الاوتو كومبليت مش شغال عندي. تعالى كده اكزيت هنا. لحسن الحظ احنا مشغلين سنتو 7.2.15.11. احنا كنا منزلين الكور فيرجن، لو انتوا شايفين كده الكور فيرجن مش نازل معاها اي حاجه، والفاير وول بيسمح باي كونكشن. البوليسي بتاع الاي بي تيبلز بتاكسبت اي حاجه. الحاجه التانيه ان الفاير وول دي سيرفيس مش موجوده، فلحسن حظنا يعني معنى كده ان كل بورتس تبقى اكسبل عن طريق الشبكه من غير اي مشاكل. ها طب لو البورتس دي ما كانتش موجوده كنت المفروض تقلو، او اسف لو الفاير وول دي كان موجود والبورتس دي موجوده بس مش اكسسبل، اكيد مش هتكون اكسسبل، فانت هتحتاج تقلو البورتس دي عن طريق الفاير وول دي. لحسن حظنا زي ما انا قلت ايه، احنا مش محتاجين نقلو اي حاجه لان هو اصلا مش انستولد، ده رقم واحد كفاير وول دي. الحاجه الثانيه ان الديفولت بوليسي بتاع الكور فيرجن بتاعت سنتوس ان هي بتاكسبت اي حاجه، تمام كده كلام جميل. طيب عشان ابدا اشتغل تعالى كده نعمل كي انت ادمن، الباسورد بتاع الادمن اهي. تعالى كده نشوف كي ليست كي انت ادمن ديا عشان اروح اخد حاجه اسمها تيكت من الكيربر سيرفيس. ايه التيكت ديا؟ التيكت دي اعتبرها كده زي التذكره بتاعتك اللي انت بتاخدها عشان تقدر تتعامل مع الكيربر سيرفر. خليك فاكر انا قلت لك من شويه في البدايه خالص ان الكيربروس هو الاوثنتيكيشن سيستم اللي موجود عندك، هو الاوثنتيكيشن سيرفر اللي موجود، تمام كده. فعشان تتعامل مع الكيربروس كادمن انا طلبت ان انا اخد ايه، اخد تيكت مستخدما انهي رول، ها الرول بتاعت الراجل اللي اسمه ادمن. فراح طالب مني باسورد الادمن، الادمن بتاع الدومين ده، اديته الباسورد راح رايح جايب ايه، راح رايح جايب تيكت اهون، والتيكت دي فاليد من النهارده لحد بكره لمده 24 ساعه تقريبا. انا كده ممكن ادي اي ادمنستريتيف كوماند لمين، ها للايبا سيرفر بتاعي، تمام ماشي كده. طيب تعال كده نتشيك الايبا ستيتس او الايبا سيرفر ستيتس. ممكن اقوله كده ايبا كنترول ستيتس. تعال كده نشوف كل السيرفيس اب ولا لا. كل السيرفيس عندي ايه، اب، وبيقول لك ذا ايبا كنترول كوماند was successful. الحمد لله، يبقى انا كده الايبا سيرفر بتاعي اب اند راننج، فولي راننج مش راننج بس. طيب كلام جميل. الخطوه اللي بعد كده تعال نبدا نضيف يوزر كده ايبا يوزر اد اهي موجود اهون. هيبدا يسالك شويه اسئله بسيطه، الفيرست نيم بتاعه وليكن هسميه مصطفى، واللاست نيم اليوزر لوجن بتاعه ام حموده، ماشي اهون كده كريتنا اليوزر اهون، وده هيكون الاسم بتاعه لما يجي يعمل لوجن، تمام كده. ها طيب كلام جميل. فاضلنا نعمل ايه، نحط للراجل ده الباسورد بتاعته. ممكن اقول له كده ايبا باسورد للاكونت ده،
بس خلاص الباسورد اتغيرت، شكرا. خلصنا احنا كده، خلصنا احنا كده، تمام. طيب كلام جميل، لسه فاضل لي اروح عند الكلاينت بقى واخلي الكلاينت يوثنتيكيت منين، اخلي الكلاينت يوثنتيكيت منين، من السيرفر، تمام. طيب عشان اخلي الكلاينت يوثنتيكيت من السيرفر لازم اسيت اب مين، الايبا كلاينت هو كمان، ايبا كلاينت انستول، بس كده. هيسألك شوية أسئلة، ها بيقول لك إيه الدي ان اس ديسكفري فيلد، مش لاقي أي حاجة في الدي ان اس، وعنده حق لأن أنا ما عنديش دي ان اس. فبيقول لي الدومين نيم بتاعك، الدومين نيم بتاعك، الدومين نيم بتاعي كان اسمه مصطفى دوت كوم، الأيبا سيرفر كان اسمه سيرفر دوت مصطفى دوت كوم. كده هيروح يسأله بشكل مباشر، بيقول لي proceed with fixed values and no DNS discovery. هقول له ايوه، ها عايز تكمل؟ ايوه. يوزر اوثورايزد، اليوزر كان اسمه ادمن، الباسورد اهو، قدر يشوف اهو المعلومات كلها، خد السي اي سيرتيفيكت من المكنه اللي اسمها سيرفر، وبدا يابديت الداتابيز بتاعته ويعمل كل حاجه. وكده الكلاينت خلص الحمد لله، بس كده شكرا. عايزين نجرب بقى ايه، نكونكت مستخدمين ايه، اليوزر نيم اللي احنا لسه عاملينه من شويه، احنا لسه عاملين يوزر هنا من شويه اسمه ام حموده ات مصطفى دوت كوم. طيب تعالى هنا كده ون ايه ونعمل نيو سيشن هنا لنفس الاي بي ده، اليوزر نيم اسمه، تعالى ناخده كده كوبي بيست، بص ايه اللي حصل. اول مره هتيجي تعمل لوجن، اول مره هتيجي تعمل لوجن هيطلب منك تغير الباسورد. طيب تعال نغيرها، بيقول لي باسورد تشينج فيلد سيرفر مسج اولد باسورد. اه هو سأل على الكرنت باسورد، معلش. نيو باسورد، تعال نلوجن بقى بالباسورد الجديدة، بقى كونكتد عندي اهو، بقى كونكتد عندي اهو، خلاص. الهوست نيم بتاعي لو لاحظت انا كونكتد على الكلاينت، مستخدما اليوزر اللي اتكريت فين، اليوزر ده كان موجود فين، على السيرفر صح. فاضلنا حاجة واحدة بس اللي هي ايه، فاضلنا حاجة واحدة بس اللي هي ايه، ها الهوم دايركتوري بتاعتي، خلاص. ممكن اقول له هنا كده لا ممكن اروح انا محتاج اكون روت الاول لان ده authentication information، ممكن اقول له هنا كده auth config dash dash enable او auth config dash dash help كده، فين انيبل هوم داير عشان اوتوماتيك بشكل اوتوماتيك كاريت الهوم دايرز. تعالى كده ناخد الكلام ده كده، تمام. اوث كونفج انيبل ميك هوم داير، خلاص. ليه مش شغال؟ طيب تعال نبص كده عليه،
بص على الاوبشنز كده، تعال ناخد الكلام ده كله كده على لس، طيب اكون اجريسيف واعملها بشكل مانيوال. كلام جميل، خليني اجريسيف، تعال اعملها بقى بشكل مانيوال. بام دوت دي باسورد اوثنتيكيشن ممكن اجي هنا كده واقول له سيشن ريكوايرد، هريكواير الموديول اللي اسمه بام اندرسكور ام كي هوم داير دوت اس او. كان ايه تاني يا سيدي ممكن اضيفه هنا؟ ممكن اقوله كمان السكيلتون بتاعه بيجيب الهوم دايركتوريز دي منين؟ اعتقد كانت في اي تي سي سكيل، الاس اي تي سي سكيل، اي تي سي سكيلتون. حلو، ايه تاني؟ اللهم صل على النبي، كنت ممكن اضيفه هنا. بما انها كلها لليوزرز العاديين ممكن اقول له كمان اليو ماسك تعالى كده نجرب نعمل لوجن مرة تانية. بقى بيفيل، خلينا ده كده. اعتقد ان السنتاكس ده صح 100% من غير مناقشه. بام اندرسكور ام كي هوم داير اس او، طيب تعال نمسحه كده، تعال نجرب نستخدم اوث كونفيج تاني، داش داش انيبل ام كي هوم داير. داش داش ابديت كده مثلا، اشتغل كده ممتاز. السيرفيس اللي هتسمح لي اعمل حاجه زي كده سيستم كنترول ستاتس اس 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 دي، هل هي اب ولا لا؟ هل هي اكتف ورانينج؟ طيب تمام، تعالى كده نعمل لها ريستارت.
تعالى كده نجرب مرة تانية. الباسورد اوثنتيكيشن فيلد. طيب تعالى كده نحط باسورد للراجل ده. كينت ادمن ايباب باسورد ام حمودة. طيب طالما انت مش ناوي تدخل، تعالى كده نروح للجرافيكال يوزر انترفيس ونمانج منه، نشوف ايه المشكلة اللي موجودة عندنا. 192 168 153 150. هو عمل ريدايركت للاسم، عناد اكسبشن للسيرتيفيكت دي. طيب من أسوأ الحاجات اللي موجودة هنا ان هو بيحاول يجيب من الاسم، او بيحاول يجيب دايما بالاسم. ماشي كي ليست كده. يوزر 1 يوزر 1 insufficient access. دي حاجة من الحاجات الغريبة. أنا كنت لسه مكريت يوزر دلوقتي عادي من غير أي مشاكل. خلونا بقى aggressive مرة تانية. تعالى هنا كده ندور على اي تي سي.
تعالى حتى ندور على الهوستس فايل نفسه. يلا يا عم البطيء. مش ممكن على البطء اللي احنا فيه. تعال ناخد كده الملف ده، تعال هنا كده اقول له 192.168.153.153، ده اسمه سيرفر مصطفى دوت كوم. نسيف الكلام ده. كده هقدر اكونكت عادي من غير اي مشاكل. الباسورد بتاعتي اهي، هو عندي هنا تيكتس موجودة هنا ادمن ات مصطفى دوت كوم من غير اي مشاكل. ليه مش راضي يلوجن؟ اليوزر نيم والباسورد مش عاجبينه. طيب هكون غلس اكتر،
تمام كده، تعمل انستليشن، تعالى كده نقول له فايرفوكس كده. ليه مش راضي الكونكت عندي على المكنة؟ الفايروول اصلا مش شغال لو انت فاكر. ticket not yet valid. لا، في مشكلة في السوفت وير نفسه، في مشكلة. علشان يقرأ ايه تاني؟
ايه اللي يتقرا تاني؟ احنا ما عدلناش في حاجه. الكونفيجريشن بتاع اي سيرفيس بالظبط. خليك فاكر السيرفر كان شغال من غير اي مشاكل. يا ابني انتي فيروس ايه بس؟ بطل تقول اي كلام عشوائي الله يكرمك. اه بس انا ضفت الكلام ده وين فين؟ انا ضفت الكلام ده عند الكلاينت، انا ضفت الكلام ده عند 151، عند الكلاينت نفسه مش عند السيرفر. انا ما لمسش السيرفر هنا اساسا. ما لمستوش هنا خلاص. انا عملت كل الكلام ده وين فين؟ عند الحاج ده. الحاجة التانية ان انا اصلا اللي عملته دون لو انت جيت هنا كده مفيش اي اختراع او اي حاجة عملها غريبة يعني. حتى التيرمينال نفسه مش شغال، مش قادر افتح فايرفوكس من الجهاز ده. طيب خلينا هنا كده عند السيرفر، وتعال نفتح تيل اف var log messages كده، وتعال نشوف ايه اللي هيحصل لما نحاول نعمل لوجن. ادمن مصطفى دوت كوم، وادي الباسورد بتاعته. ايه بقى اللي طلع لي هنا؟ ما طلعش اي حاجه. httpd استريك لسبب ما مش راضي يخليني او مش راضي يقلو ليا ان انا لوجن عن طريق الجرافيكال يوزر انترفيس او عن طريق الويب انترفيس.
سيرش على نيجوشييت. ايوه الجزء ده عملناه واشتغل، الجزء ده عملناه واشتغل لو انت فاكر. لحد هنا كده كان كله شغال، بمجرد ما عملنا انيبل الخطوه دي يعني ان هو يعمل اوتوماتيك انيبل لكرييت هوم دايركتوريز، الكلاينت مبقاش قادر يعمل لوجن. فاكر الحكايه دي؟ طيب تعالى نعملها ديسيبل كده مرة تانية ونشوف ايه اللي هيحصل. ايبا فايند هنا كده السيرفر الظريف ده، في حاجة مش مظبوطة على السيرفر ده، هنا في حاجة بتكراش، أو في سيرفر هنا حصل لها كراش، في مشكلة مش مظبوطة هنا. لا أنا شاكك في حاجة، بس أنا شاكك في حاجة واحدة، أن السيرفر فيه سيرفر بتعمل له بيحصل كراش عليها، مش قادرة تشتغل، أو كانت شغالة وحصل لها كراش لأن الميموري بتاعته قليلة. خلاص فأنا هتأكد، بس هتأكد. بالظبط بالظبط، اللي انا شاكك فيه دلوقتي، اللي انا شاكك فيه من الواضح هو ده اللي بيحصل. خلاص ان الكي ديستريبيوشن سنتر يعني الكيربروس نفسه مش شغال، فانا مش هقدر اوثنتيكيت اي سيرفيس، او مش هقدر اوثنتيكيت اي يوزر حتى. خلاص وصلت. لسه بيقوم اهون.
اشتغل، وده اللي انا كنت شاكك فيه. طيب اشتغل اهو من غير اي حاجه، مجرد ما عملت ريستارت، بعد ما طلع عينينا وعذبنا ترابل شوتينج اكتر من نص ساعه تقريبا على الفاضي من غير اي سبب، تعالى كده بسرعه عن ايه نيبل اللي احنا عملناه ده مره تانية. خلاص تعالى نعمل لوج اوت كده، خلاص بي دبليو دي. المره دي الراجل قدر يعمل لوجن والهوم دايركتوري بتاعته اتكريتد فعليا اهون، الهوم دايركتوري بتاعته اتكريتد فعليا. خلاص معنى كده ان كل حاجه عملناها من الاول كانت شغاله زي الفل من غير اي مشاكل. كل المشكله اللي موجوده عندنا ان السيرفيس حصل لها كراش. انا شكيت فيها بصراحه، انا شكيت فيها لان احنا بنعمل انستول في الاول، انا اديت للسيرفر ده 2 جيجا رام بس. 2 جيجا رام عمرها ما هتكون كافيه ان انا ارن كل السيرفيس دي عليه في نفس اللحظه. ماشي، يمكن من اول الحاجات اللي بقولها، من اول الحاجات اللي بقولها وانا بشرح الايبا دون دايما يعني بنصح بيها، ان انت يكون في عندك بروبر سايزنج للايبا سيرفر، لان الايبا سيرفر زي ما قلت لك هو مش سيرفيس واحده شغاله، ده انت عندك الكيربروس شغال، وعندك ال داب شغال، وعندك الاباتشي شغال، خلاص، والتوم كات شغال، الاباتشي توم كات تحديدا كله على بعضه، الاباتشي توم كات لوحده لما يكون جافا شغاله ربنا يديك الصحه عليها بقى. عندك يعني كميه سيرفيسز، دي نس شغال، ايه تاني؟ ام تي بي سيرتيفيكت اوثوريتي، كل الكلام دون ها شغال على مكنه واحده، فانت بتعذب المكنه دي معاك، انت بتعذبها جامد يعني. ماشي تعالى كده ايبا يوزر فايند، الراجل اللي اسمه اول واحد من غير اي حاجه اساسا شايف لي هنا الـ الراجل اللي اسمه مصطفى ده، شايف الهوم دايركتوري بتاعته ايه، الشيل بتاعه ايه، بن اس اتش. طيب تعالى كده نجرب نعمل لوجن، تعالى كده نجرب نعمل لوجن مره تانية ونشوف هل هيشتغل معايا ولا لا. الاول اليوزر نيم بتاعنا كان ادمن، اوثنتيكيتنج المره دي، اشتغل المره دي من غير ما اقرب له اساسا. انا مستعد اشتم دلوقتي بالمناسبة على فكرة، يعني انا مستعد اشتم، احنا بقالنا اكتر من نص ساعة تقريبا او تلات اربع ساعة بنترابل شوت في حاجة ما كانش فيها اي مشكلة من الاساس. خلاص علشان كده يعني انا ما خدتش بالي منها المرة دي، او ما قلتش عليها في البداية، لان انا معتبر ان الكورس مش كورس ايبا، او ان انا مش جاي اشرح ايدنتيتي مانجمنت بالتحديد، انا بوريك ازاي تاوثنتيكيت اليوزرز من ايه، من سنترال سيرفر، ده اللي كنت بوريه لك دلوقتي. تمام كده، ان اليوزر موجود على السيرفر وباثيكيت من ماشينز تانية. يعني ما جاش في اعتقادي او يعني ما جاش في مخيلتي ان انا لما كريت يوزر او اتنين الايبا هيكراش بالطريقه دي، بس هو حصل، وحصل كراش، حصل اللي هو كنت يعني مش في مخيلتي اساسا. المهم من البدايه اليوزرز اللي موجودين عندي، تخيل عندك ويب انترفيس حلو كده ظريف بيسمح لك تأديت اللي انت عايزه، تعمل اللي انت عايزه من هنا. بالمناسبه يعني انت ممكن تعدل الراجل ده اي حاجه هو السيستم كونفيجر ان هو يقدمها للراجل ده، زي مثلا الشيل بتاعه، الشيل بتاعه خليه باش كده. بعد ما خلصنا كده تعالى نعمل له سيف، سيف للكلام ده، تعالى كده الراجل ده خليه يعمل لوج اوت هنا وشوف الشيل بتاعه هيتحول ولا لا. الشيل بتاعه اتحول اهو من غير اي مشاكل، وبرضه الهوم دايركتوري بتاعته اوتوماتيكلي كرييتد، شايف؟ ها ايه رأيك؟ ها حد عنده اي مشكلة؟ حد عنده اي مشكلة؟ ايوه
يعني بكل بساطة مش عارف أوضحها لك إزاي. الأيبا لما تحاول تشغله في أي برودكشن انفايرومنت، الأيبا لما تحاول تشغله في أي برودكشن انفايرومنت، حاول يكون في عندك بروبر سايزنج للأيبا، تمام؟ ده رقم واحد، أو ده أهم حاجة. يعني أنت كده حتى لو أنت لو دخلت الكورس الأوفيشال حتى بتاع ريد هات أو نون ريد هات وأي أيدنتي مانجمنت، هيقول لك دايما السايزنج بتاع الايدنتي مانجمنت ده لازم يكون سايزنج بلاند، مش مجرد ان انت كده عندك مكنه شغاله تروح تنستول اي ايدنتي مانجمنت عليها، لان عاده الايدنتي مانجمنت مش بيكون سيرفيس واحده، ده بتكون عباره عن مجموعه من السيرفيسز وكلهم بيكومونيكيتوا مع بعض، ماشي؟ يعني لو احتجيت كده هنا على الايبا سيرفر نفسه وحاولت تعال كده على السيرفر، بص سيرفيس قد ايه شغاله عندك، بص سيرفيس قد ايه، بمجرد بس ما عملت انستول الايبا، بص قد ايه. فما تتخيلش ان الموضوع بيكون الايه اللود بتاعه بيكون قليل، اللود بتاعه بيكون لود محترم يعني. عشان كده انت محتاج تكون ايه، ها، عامل سايزنج للايبا عندك او سايزنج الايدنتي مانجمنت سوليوشن بتاعك. ما علينا، عملنا البيزك سيت اب، البيزك سيت اب خلاص. ودي الجروبس اللي موجودة هي، ودي الهوست اللي عندك بقت في الدومين، ممكن تروح على اي هوست فيهم وتقول له مين اليوزرز اللي ايه اللي لوجن عليك، وانت موجود في انهي جروب، تحطه في جروبس معينة، رولز. ممكن ابدا احط الراجل ده كده قلاو لمين بالظبط ومش قلاو لمين، ما علينا يعني مش موضوعنا الايه الايدنتي مانجمنت. ها بس بشكل عام فكره السنترال اوثنتيكيشن بقت واضحه. ها حد عنده اي مشكله في فكره السنترال اوثنتيكيشن؟ ها ممتاز. طيب السيت اب اعتقد ان هو ابسط سيت اب لو عايز تجربها. ممكن تجوين السولاريس ماشين تو ايبا سيرفر. ممكن زي ما قلت لك ان الايبا سيرفر، الايبا سيرفر بيديك ال داب سيرفيس، ال داب وال داب اس او سكيور ال داب، فانت ممكن تخلي السولاريس يأوثنتيكيت من ال داب او سكيور ال داب. اعتقد ان سولاريس بيسبورت حاجه زي كده. تمام، طبعا هو الافضل ان انت تخلي الكيربروس هي الاوثنتيكيشن سيرفيس اللي عندك. اعتقد برضو اعتقد ان ال السولاريس بيسبورت الكيربروس، صح؟ ما جربتش والله الكيربروس على سولاريس عشان افتي، والله ما جربت الكيربروس على سولاريس، بس اعتقد ان هو بيسبورت الكيربروس برضو. ماشي، يعني اعتقد ان احنا كده انتهينا النهارده. تمام، ان شاء الله المره الجايه هنبدا نتكلم على السوفت وير انستوليشن. احنا كده كده هنرجع للايبا مره تانية، بس هنرجع له بالتفصيل بقى. يعني احنا كده كده راجعين للايبا، مفيش كلام يعني، دي حاجه مفيش فيها نقاش، هنرجع له بالتفصيل المره الجايه ان شاء الله. النهارده بس كان الموضوع بسيط، ازاي انيبل السنترال اوثنتيكيشن بس، شكرا لا اكتر ولا اقل. هنرجع للايبا بقى ان شاء الله في التراك الثالث او في التراك الرابع، بس بالتفصيل بقى ازاي اخلي اليوزر يلوجن عن طريق كيز معينه، احط اليوزرز دول في جروبس واطبق عليهم بوليسي معينه، اليوزرز دول من حقهم ينفذوا الاوامر الفلانيه كذا وكذا وكذا بس، اليوزرز دول من حقهم يلوجن على الماشينز كذا وكذا بس، اليوزرز دول من حقهم يلوجن في الوقت الفلاني بس. تمام، فهنرجع راجعين كده كده للايبا ان شاء الله، يعني بالنسبه لي مفيش فيها نقاش يعني. حد عنده اي مشكله في اللي احنا عملناه النهارده؟ حد عنده اي مشكله؟ طيب تمام، نتقابل ان شاء الله المره الجايه يوم السبت،
أشوفكم على خير إن شاء الله، سلام عليكم.